السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علاء حسن، عمر شريف، أسيل، عليكم السلام، كلارا، مريم رمضان، يا مريم، وعليكم السلام، عمار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مالك حازم، عليكم السلام يا زياد. حمزة ضياء الدين، عمار أحمد، محمد علي، زهرة أحمد، ملك عبد الحكيم، مليكة، آلاء، محمد أبو الخير، آدم، صابر، زياد، محمد فوزي، عمر شريف، صهيب، عمر حازم، جودي حمادة، آدم إبراهيم، عمر حمدي، جانا أسامة، أبرار، مالك حازم، عمار، أسيل، محمود، حنين، كلارا، مريم، ياسين، جودي، حمزة، ويحيى. احنا خلصنا التنوين بالفتح، تمام، ووصلنا لونج اي. فحد بيقول لي اللونج اي تقيل، طبعا كل واحد عارف نفسه اللونج اي تقيل. عليكم السلام يا زهرة، عليكم السلام يا سين، تمام. نريح النهارده من العربي والانجليش وناخد ماث وحساب، ناخد المربع، هنراجع حاجه من قديم. يعني الحصه اللي فاتت راجعنا الوانس والتنس الاحاد والعشرات، وخدنا الشكل الثنائي الابعاد المثلث تريانجل. النهارده هناخد المربع وهنراجع حاجه من القديم. نراجع مثلا التصاعد النهارده مع الايه، مع المربع، والحصه الجايه ناخد التنازلي مع المستطيل، وهكذا، تمام. نفصل شويه بين عربي، فاصل بين التنوين بالفتح والتنوين بالكسر عشان اللي محتاج يراجع تاني، وكمان اللي محتاج ياخد وقته في اللونج اي، لان في ناس بتقول رخم، معرفش رخم ازاي، احنا لسه ما خدناش حاجه في الرخم. اللونج اي تمام، هناخد النهارده ماث. طيب احنا اخدنا الحصه اللي فاتت الوانس والتنس، راجعنا الوانس والتنس، تمام. النهارده هنراجع الاسندنج التصاعدي. يعني ايه اسندنج؟ يعني تصاعدي. يعني ايه تصاعدي؟ يعني من الصغير للايه، من الصغير للكبير، من الصغير للكبير. اسندنج يعني تصاعدي، من الصغير للايه، للكبير. يعني مثلا عندي 2 وعندي 5 وعندي 1 وعندي 9 وعندي 4. هنا بيقول لي arrange in ascending. arrange in ascending يعني ايه arrange in ascending؟ يعني رتب ترتيبا تصاعديا. يعني ايه تصاعدي؟ تصاعدي يعني من الصغير الكبير. from the smallest number to the biggest number. from the smallest number to the biggest number، من الرقم الصغير للرقم الايه؟ كبير. from the smaller to the bigger، من الصغير للايه؟ الكبير. انا عيني على اصغر حاجه هنا. ايه اصغر حاجه هنا؟ 2 or 5 or 1 or 9 or 4. لا، اصغر حاجه عندي ايه؟ ال 1. يبقى انا هكتب، هبدا بالايه؟ هبدا بال 1، تمام. وبعدين ايه بعد كده؟ 2 or 5 or 9 or 4. لا طبعا ال 2 اصغر، يبقى هنزل بالايه؟ بال 2.
تمام. ودايما اعود الطفل على كده، الحرف او الرقم اللي اخده اعلم عليه عشان عيني ما اجهدهاش تدور عليه تاني، يبقى مره واحده وبس. ها هقارن بين مين؟ 5 و9 و4. مين الصغير؟ اكيد طبعا الايه، الفور. باقي عندي 5 و9، يبقى الفايف هو اللي ايه، الفايف هو اللي اصغر، وبعدين الناين اخر حاجه. ده اسمه ايه؟ ascending. يعني ايه ascending؟ يعني تصاعدي. 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5. اهو انا طالع كده ايه، طالع تصاعدي، طالع ايه، تصاعدي من الصغير للايه، للكبير، من الصغير للكبير. طيب نتقلها شويه، لو عندي رقمين، عندي مثلا 11 وعندي 9 وعندي 10 وعندي 17 وعندي 25 او 24، هنا بيقول لي arrange in ascending، رتب ترتيبا تصاعديا. طيب انا هنا عايز ارتب الارقام دي ترتيبا تصاعديا، تمام. احنا قلنا ايه؟ لما يكون عندي اكتر من رقم، تمام، انا بحول المساله من ايه، من رقمين لرقم واحد. ببدا اعلم على مين؟ ببدا اعلم على الايه، على الرقم الاول، على الرقم الايه، التنس، العشرات. هنا 1 وهنا 1 وهنا ايه 2. طبعا ال 9 دي لوحدها في مكان تاني، تمام، هنزل بيها الاول. ده اصغر ايه رقم. هيبدا المقارنه عندي هنا من مين؟ ها 3 اور 1 اور 1 اور 2. انا الرقم الصغير اللي عندي هنا فين؟ ال 3 ولا ال 1 ولا ال 1 ولا ال 2؟ ما اجهدش الولد واقول له 34 اكبر ولا 10 اكبر ولا 17 اكبر ولا 24 اكبر. لا، احنا قلنا هنحول المساله من رقم ضخم لرقم واحد كانها المساله اللي فوق. انا هقارن بين ال 3 وبين ال 1 وبين ال 1 وبين ال 2، تمام. مين اصغر واحد هنا؟ عندي 1 وعندي 1، يبقى المقارنه comparing between ايه؟ الارقام دي، هقارن بالارقام دي، عندي 10 وعندي 17. طيب ال 10 اكبر اصغر ولا 17؟ طبعا الزيرو اكبر من مين؟ من اصغر من 7. احنا بيكون عندي رقمين شبه بعض، انا بقارن اهو، بقارن، بقول لي حط علامه اكبر من او اصغر من. لما اجي اقارن رقمين زي كده ببص الاول لمين؟ للتنز. لو التنز زي بعض بروح لمين؟ للوانس. الوانس هنا 0 والوانس هنا كام؟ 7. يبقى اكيد الزيرو اصغر من الايه؟ 7. يبقى هبدا بمين؟ هبدا بالايه؟ بال 10، وبعدين طبعا طبيعي تكون دي بعدها. فضل عندي 3 وال 2، مين اللي اصغر؟ اكيد ال 2، يبقى 24 وبعدين في الاخر 34. ده الترتيب التصاعدي، تمام. احنا بنراجع عليه اهو، كل حصه هناخد شكل ومعاه مراجعه على حاجه من القديم، تمام. ده كده الترتيب الايه؟ التصاعدي. كمان واحده مثلا عندي 30 وعندي 10 وعندي 18 وعندي 16 وعندي 20. 20 نفس الحكايه، تمام، نفس الحكايه. قلمك وحط لي خط تحت الايه، تحت التنس، تمام. انا كده حولت المساله من رقمين لرقم واحد. هبدا اقارن بين 3 1 8 6 2. مين اصغر واحد هنا؟ اكيد طبعا الايه، ال1. هنزل بالايه، بال1. فاضل عندي 3 8 6 2، يبقى ال2 هي اللي ايه، هي اللي اصغر. بعدين 3 اور 8 اور 6، طبعا الايه، ال3 هي الايه الاصغر، يبقى 30 بعدين، وبعدين 6 ولا ال8؟ لا، ال6 هي الايه اللي اصغر، وبعدين في الاخر 80 في الاخر، تمام. ده ترتيب الايه التصاعدي على السريع كده عشان ايه، نراجع عليه عشان نفتكره وما ننساهوش. ده الترتيب التصاعدي، تمام. حد بقى يفكرني في النمبرز وصلنا فين؟ تالي 50 نمبرز وصلنا فين؟ الارقام اللي هي الارقام، تمام، مش كتابه، مش ان انجلش، الارقام نفسها. حد يقول لي وصلنا فين في الارقام، ووصلنا كمان فين في الارقام اللي هي ان انجلش، اللي هي 14 17 بالحروف. تمام. طب والارقام وصلنا 60 60، احنا اخدنا 60 وبعدين 61 بعدين 62 بعدين 63 بعدين 64 بعدين 65 بعدين تحت في الصفحه او في الصفحه الثانيه، كل واحد ادرى بابنه 60
7 6 60 7 60 8 60 9. اول ما نوصل ل 69 تمام 69 after 9 ايه 10 يبقى 0 ينزل وال1 رحله فين؟ اعمل له كاري اب لمين؟ على 6 يبقى 6 بلس 1 ايكوال 70 تمام. يبقى 69 after 69 60 70 واعرفه هي جت منين 70 دي اعرفه جت منين المفروض after 10 after 9 10 ادي ال 10 اهي تمام لكن ما بكتبش الرقم كله بكتب ال 0 وال 1 بعمل له كاري اب عند ايه 6 يبقى 6 ها يبقى 70 تاني 60 61 62 63 64 65 66 ليه هنا قلنا 66 الناس اللي عارفه الاحاد والعشرات 6 ان 10 ايكوال 60 و6 ان 1 ايكوال 6 عشان كده قلت ايه 66 ما قلتش 60 او 66 لا طبعا عشان كل مكان ليه ايه ليه قيمه عدديه تمام الاحاد بينزل زي ما هو والعشرات بحطه قدامه صفر عشان كده قلت 66 66 67 68 69 وبعدين في الاخر ايه 70 بعدين في الاخر 70 وصلنا رقم 20 بالارقام اخدنا 20 او 20 دي الام الكبيره هتبقى سهله جدا عندي بقى هقول ايه 21 وبعدين 22 تمام بعدين 23 ولا كفايه عشان ننزل بيهم عمود كفايه احنا مش هنطول كتير جدا في الماس يعني كل حصتين هناخد حصه ماس 20 21 22 ينزل بيها عمود ويتملاها تاني 20 وحط له الرقم جنبها وينزل بيها عمود 20 وهنا 21 ينزل بيها عمود وبعدين 22 ينزل بيها ايه عمود 20 22 20 21 22 تاني 20 او 20 21 22 تاني اخر مره 60 61 62 63 64 65 طبعا بقرا الوانس الاول بقرا التنز الاول وانت عارف التنز دلوقتي احنا ليه هنا قلنا دي 60 تمام انت عارف دلوقتي لوحدك 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 after 69 70 after 61 after 60 61 after 61 62 after 62 63 after 63 64 after 64 65 after 65 66 after 67 66 37 after 68 69 بعدين ايه 70 ها 20 بعدين 21 22 دي هتثبت معانا ونقول 1 2 3 زي ما احنا ماشيين نيجي معانا للشكل الثاني معانا في الاشكال ثنائيه الابعاد اسمه ايه اسمه سكوير مربع يعني سكوير الاس مع اليو سكا انا عملت ايه يعني تو مش فاهم يعني تو مسحت السبورة مش فاكر يعني انا نسيت كلمة 2 يعني خلاص 20 21 22 لو نسيت تكتبها خلاص 2 1 2 يا جماعة سكوير الاس مع الكيو سكوا والاي ساكن اي لونج اي يبقى سكوا اي سكوير تاني الكلمة دي لازم يقراها عشان هو واخد اللونج اي الكلمة دي لازم يقراها ويتملاها عشان هو واخد اللونج اي ها اقول له سكوا كوا ذا كيو ميكس ساوند كوا وقلنا حرف اليو مرتبط دايما بحرف الكيو دايما حرف اليو مرتبط عملتها تي او دبليو تمام مفيش مشكله الاس مع اليو سكا ونحط اليو يبقى سكوا سكوا واي يبقى لونج اي سكوير اللي خلينا ننطق الاي باسمه الاي اللونج اي الاي في الاخر طيب سكوير يعني مربع سكوير هاز فور سايدز هاز فور sides يعني ايه has four sides يعني له اربع اضلاع
Square has four sides. كلمة has يعني لديه أو يمتلك أو عنده. صححوا يا جماعة كلمة تو، أنا عملتها تي أو دبليو، هي تي دبليو أو. تمام، صححوها بعد إذنكم. Square has four sides. Square has four sides. المربع له أربع إيه؟ أضلاع. Has كمان لديه four angles. له أربع زوايا. فين الزاوية دي؟ أدي الزاوية أهي. دي اسمها زاوية. تمام؟ إحنا قلنا التقاء الضلع بالإيه؟ بالضلع. تمام؟ بيقول لي angles angles be when two two sides ميت. يعني ايه؟ بقول لي الزاوية بتكون او بتنشأ لما when two sides meet، لما يتقابل ضلعين، لما الضلع يتقابل مع الضلع بيعمل لي زاوية، لما الضلع بيتقابل مع الضلع بيعمل لي ايه؟ زاوية. دي اسمها زاوية. يبقى has four angles، عنده اربع ايه؟ زوايا. has four corners يعني ايه؟ له اربع رؤوس. has four corners، له اربع ايه؟ رؤوس. خد بالك، عندي عندك هتقول has four sides all sides is are equal. all sides دي مهمة جدا، are يكونوا equal. equal يعني ايه؟ equal يعني متساويين. تمام، المربع الشكل الوحيد مع المعين، طبعا مش عندكم معين، الشكل الوحيد اللي جميع اضلاعه متساوية. تمام، يعني مثلا لو ده 3 سنتيمتر ده برضه هيكون 3 سنتيمتر. تمام، وده هيكون 3 سنتيمتر، وده هيكون 3 سنتيمتر، يعني كل الاضلاع متساوية. تاني، square has four sides، المربع له اربع ايه؟ اضلاع. all sides are equal، كل الاضلاع متساوية زي بعضها. لو ده 5 يبقى ده 5 ده 5 ده 5. طب ده بيفيدني بايه قدام ان شاء الله لما يكون عندك نظريات قدام شويه واقول لك اثبت ان الضلع ده بيساوي الضلع ده، عندك الضلع ده والضلع ده، عايز الضلع الثالث، بتعرف منين؟ من الحاجات دي. الحاجات دي معطيات بتستخدمها معاك فين؟ في الحلم. Square has four sides all sides are equal، كل اضلاعه متساويه. has four angles، the square has four angles، له اربع زوايا، وعرفنا الزاويه هي التقاء الضلع بالايه؟ بالضلع. the square has four corners، the square has four corners، له اربع رؤوس، وان الراس هي التقاء الضلع بالضلع من الايه؟ من الاعلى، غير الزاويه من الداخل، لا من الخارج من فوق، ده التقاء الضلع بالايه؟ بالضلع. التقاء الضلع بالايه؟ بالضلع، دي اسمها ايه؟ كورنر، راس. تاني، يبقى الشكل التاني معانا سكوير. تمام، كلمه سكوير لازم انزل بها عمود، سكا سكوا اير، وانزل بها عمود، والناحيه الثانيه اعمل له شكل مربع يرسمه وهو نازل عشان يتعود عليه. تمام، لازم المعطيات دي تكون قدامه ويعرفها. تمام، سكوير هاز فور سايدز، هاز فور سايدز، اول سايدز ار ايكوال. تمام، الاربع اضلاع مالهم متساويين. سكوير هاز فور انجلز، له اربع له اربع زوايا. سكوير هاز فور كورنرز، له اربع رؤوس. ده الشكل الثاني معانا النهارده، ومعاه كمان الاسم بتاعه والشكل بتاعه ينزل بيه عمود، ومطلوب منه يتملاه، ومطلوب منه يقول ده شفوي، مطلوب منه يقول ده شفوي. هاز فور ايكوال سايدز، ماشي ممكن، بس احنا عايزين نعرف الطفل، يعني عشان اقول له هاز فور ايكوال سايدز هتبقى صعب عليه شويه. انا اقول له ليه اربع اضلاع، وارجع بعد كده اقول له اربع اضلاع دول متساويين. تمام، دي صح، هاز فور ايكوال سايدز صح، ودي صح، بس احنا بنحاول نجيب الاسلوب او الطريقه السهله عشان يفهم. المربع له اربع اضلاع، والاربع اضلاع دول متساويين قد بعض. تمام، عشان اقول له هاز فور ايكوال سايدز له اربع اضلاع متساويه، فانا كده هلخبطه. تمام، الاول اقول له له اربع اضلاع، عشان كده كتبتها في الاخر، ما كتبتش الجملتين ورا بعض، كتبتها له في الاخر عشان بعد ما اقول له له اربع اضلاع واربع رؤوس واربع زوايا، الاربع الاضلاع دول متساويين فين؟ في الطول. تمام، all sides are ايه؟ equal، كل الاضلاع مالها متساويه فين؟ في الطول. تاني، يعني ايه سايد؟ السايد يعني الحرف بتاع الايه؟ المربع. انا عندي كتاب، الكراسه اللي بتكتب فيها دلوقتي حاليا، الكراسه اللي عندك دلوقتي اهي، الله يرحمه، تبدأ من ايه؟ الكراسة شكلها عامل كده. تمام، الحرف اللي فوق ده
بس ده مستطيل طبعا. ده كده اسمه ايه؟ اسمه حرف او سايد. تمام؟ سايد سايد اي حاجه السبوره دي، ها؟ 1 سايد 2 سايد 3 4 سايدز، لكن ده على شكل ايه؟ ترينجل، مستطيل. انا بعرفك يعني ايه حرف او يعني ايه ضلع. الضلع هو ده، تمام؟ ده كده اسمه ضلع اللي هو السايد يعني. ده اسمه ايه؟ ضلع. ده كده اسمه ايه؟ ضلع. والزاويه انا قلت يا جماعه الحصه اللي فاتت، انا قلت الحصه اللي فاتت كده كده الاشكال الهندسيه هتتاخد في منهج اولى وثانيه على الاثنين سواء ماس او حساب، تمام؟ انا قلت الحصه اللي فاتت بتوع الحساب يحفظوا الاشكال الهندسيه عشان كده كده جايلهم في منهج الانجليزي، مش في الماس او مش في الحساب. منهج الانجليزي قلنا مقسم الى 5 اجزاء او 6 اجزاء، منهم جزء ماس، جدول الضرب، القسمه، الجمع، الطرح، الاشكال الهندسيه، دي كلها في منهج الانجليزي نفسه. محدش يقول لي اللغات، لا، هي في منهج الانجليزي على الكل، على الحكومي وعلى اللغات وعلى التجريبي وعلى كل الناس. فكده كده لا مفر لا مفر. فانا بقول ما نسيبهمش لما يجي في منهجهم ياخدوا فكره عنها حتى، تمام؟ فنذاكرهم معاهم، لبسوا او ثبتوا خلاص، تمام؟ سبت تمام، ما سبتوش خلاص بقى يبقى احنا ايه عملنا اللي علينا. لكن هو كده كده هياخد ده عاجلا او اجلا في منهج الانجليزي، منهج الانجليزي مش منهج الحساب او الماس، تمام؟ فقلنا نشتغل معاهم الحساب، نعرفهم الاشكال دي بالانجلش، تمام؟ يبقى سكوير هاز 4 سايدز هاز 4 انجلز، وان الانجلز اللي هي ديت ايه؟ الزاويه، التقاء الضلع بالضلع من ايه؟ من الداخل. وبعدين في الاخر مين؟ الكورنرز اللي هو مين؟ الراس اللي فوق ديت، التقاء الضلع بالضلع من ايه؟ من الخارج. يبقى سكوير هاز 4 سايدز هاز 4 انجلز هاز 4 كورنرز. وقلنا كلمه هاز عشان السكوير ده مفرد، تمام؟ لو هو جمع هنقول هاف، تمام؟ هاز يعني يمتلك او لديه او عنده 4 رؤوس 4 زوايا 4 اضلاع، والاربع الاضلاع دول كلهم متساويين فين؟ في الطول. all sides are equals equal، متساويين فين؟ في الطول. ده الشكل الثاني معانا. حد عنده سؤال فيه؟ حد عنده سؤال فيه؟ امسح. اهم حاجه عندي يا جماعه الشكل اسمه يتكتب يتملى، الشكل يتملى اسمه، عشان بيجيب له الشكل ويقول له write the name of the ايه the shape، اكتب شكل اسم الايه اسم الشكل، تمام؟ طيب هناخد تمرين بسيط كده عليه او على الاضلاع عامه عشان الطفل يثبت عنده يعني ايه ضلع او يعني ايه sides. هقول له write the number of the sides، اكتب الرقم ارقام الايه بتاع الاضلاع. هعمل له اول شكل عندي، تمام؟ هو يعرف، هيمسك قلمه ويقول 1 2 3 4، تمام هيكتب كده 4 واعمل له هنا ايه sides، تمام؟ وبعدين نقط angles، طبعا هساعده طبعا اقول له angles يعني ايه وsides يعني ايه، نقط كورنرز، ويكتب شكل بتاعه. تاني حاجة عندي هعمل له كده نقط سايدز نقط انجلز، هو ما خدش الدايرة بس انا جبتها عشان سهلة شوية، نقط كورنرز، تمام؟ طبعا الدايرة هناخدها بعدين ان شاء الله، ليس لها ايه اضلاع، نو سايدز نو انجلز نو كورنرز، ما لهاش اضلاع ولا لها رؤوس ولا لها اي حاجه. انا جايبها له ليه؟ جايب عشان يعرف يفرق. هو بعد ما يعرف ده هقول له لها كام ضلع، تمام؟ ليها كام ضلع؟ طب هو هنا هيبص هيقف كده، فين الضلع ده؟ هيقول لك مفيش اضلاع هنا ولا في رؤوس، انا مش لاقي ضلع مقابل ضلع، ولا ملاقي راس لا مقابل راس، ولا الاقي زاويه مقابل زاويه، مفيش كلام ده. هقول له في اضلاع؟ هيقول لي لا. هقول له اعمل ايه؟ زيرو. في رؤوس زي هنا؟ لا، زيرو. في هنا انجلز زوايا؟ لا، هيقول لي ايه؟ زيرو، تمام؟ وبعد كده ادي الشكل الثالث، هقول له نقط سايدز، يعد ويكتب، ولازم يمسك قلم ويعد كده 1 2 3 عشان هو بقى عارف يعني ايه سايد، تمام؟ نقط
angles نقط corners. تمام، ده هيكتب فيه الاشكال. معلش العنوان، العنوان غلط. تمام، العنوان بقى هنكتبه هنا. اكتب الاشكال ده، يعد الاضلاع بتاعتها بقى. ها 1 2 3 4، والشكل ده. وانا عايز اعمل شكل سداسي بس مش عارف. One, two, three, four, five. طبعا اللي هيعرف يرسم يرسم، عايز اعمل له اشكال ثلاثيه وخماسيه وربعيه عشان يمسك قلم ويعد. ها 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5. ويكتب هنا سايدز كام حرف، وهنا سايدز او كام ضلع، نقط سايدز. يعد لي الاشكال ويكتب فيها الايه، عدد الايه، الاضلاع. وان تو ثري فور فايف، برضو فايف سيكس. هنا في واحد، هنا المفروض يكون في ضلع. تمام، ده شكل سداسي. وان تو ثري فور فايف سيكس. تمام، يعني انا عايز انوع له، انوع له في الـ في الـ في, الـ في الاشكال في عدد الاضلاع عشان يعرف يميز بين عدد الايه، الاضلاع. هيعد ويمسك قلم رصاص ويعلم عليها ويكتب الايه، الاشكال. تمام، طبعا لو حد متقن في الرسم هيرسم شكل خماسي سداسي سباعي ثماني او في مسطره عليها الاشكال ديت لو عندكم. تمام، يبقى الاول هيكتب عدد الاضلاع والرؤوس والزوايا، وتحت هيكتب الايه، عدد الاضلاع. بس يمسك قلم ويعلم، لازم يعلم كده عشان ايه، عشان يعد، عشان يعد. هعمل ايه يا جماعه؟ هعمل له تمارين فيها تصاعدي مع الشكل بتاع النهارده. الحصه اللي فاتت خدنا المثلث مع الايه، مع الاحاد والعشرات، مراجعه مع الاحاد والعشرات. ده كده بالنسبه لايه، للميث. قلنا حساب هيحفظ الاشكال دي يا جماعه. تمام، لان كده كده جاله بعد كده. تمام، هو حضر الحصه خلاص، فيعني ايه، يحفظها. نيجي بقى لمين؟ نيجي للحساب. حد يقول لي وصلنا فين؟ نفس الحكايه ولا ايه بالظبط؟ وخيرا جزاكم. مش عارف اقول بقى بابا شريف، بابا عمر ولا ماما عمر، مش عارف اقول ايه. طيب انا عايز اقول ايه، وصلنا فين يا جماعه؟ حساب برضه 60 متهيألي، صح؟ خدنا 60، يبقى النهارده ها 61، ها 62. على فكره انا شارح، انا شارح الحصه النهارده والله غصب عني، انا ظهري تقريبا انا مش قادر اقف عليه، بقاله اكتر من كام يوم ومفروض ما اشتغلش او ما اقفش عليه. 63 64 65 66. وعرفنا ليه قلنا هنا 6 وليه هنا قلنا 60. الستة في الاحاد ب 6 والستة في العشرات ب 60، يبقى 66. ها 67 68 69. بعد التسعة كام؟ بعد التسعة 10، صفر معانا الواحد. 6 و1 7. انا ليه بعمل ده؟ عشان يعرف هو الرقم ده جه منين. تاني 60 61، وقلنا قبل كده اللي اسمعه والله. طيب ماشي، وخلي جزاكم ماما عمر. 60 61 62. انا خايف اقول شكرا ماما عمر، بابا عمر يزعل، الراجل يزعل مننا كده. كويس انا سالت برضه. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 بعد 69 افتر 69 ها بعدين 70. الناس بتوع الماس لو ما خرجوش حاولوا تعملوا يا جماعه، اكتبوا الرقم التالي. معلش انا نسيت اقولها لكم، اكتب الرقم التالي. الله يسلمك ماما مريم. اكتب الرقم التالي واعمل له ايه، 16 60 وهو يكمل 25. شويه ارقام كده حوالي 10 ارقام وهو يكمل. تمام، طيب 70 احنا خدنا بعد كده 12. هناخد النهارده ثلاثه، ثاء فتحه ثاء ولام فتحه لام مع بعض، سلامة بالالف
ثلاثة عشر أو عشر وخلاص بلاش سكون، ثلاثة عشر تمام، وانزل بيها عمود وكلمة 13 انزل بيها تمام، ثلاثة عشر وبعدين أربعة عشر تمام، برضو 14 ينزل بيها ايه عمود، ثلاثة عشر وأربعة عشر برضو هينزل. الله يسلمك مامي زهر، شكرا جزيلا. ثلاثة عشر وأربعة ايه عشر ينزل بيها عمود تمام ويتملاها. الكلمات دي مهمة جدا 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 في المنهج الجديد، لازم هي اسمها ألفاظ العقود، لازم أتملاها. ثلاثة عشر والحمد لله الحركات كلها واخدينها، السكون والفتح والضم ده كله واخدينه، ثلاثة عشر وأربعة عشر تمام، هينزل بدي عمود وهملها له تمام، وكمان هينزل بدي ايه بدي عمود تاني. ستين واحد وستين اتنين وستين تلاتة وستين أربعة وستين خمسة وستين ستة وستين سبعة وستين تمانية وستين تسعة وستين سبعين، بعدين ثلاثة عشر وبعدين أربعة عشر ينزل بيهم عمود ويتملوا، مهمين جدا 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 تمام. وأنا بمل ده وأنا بمل ده ما انساش أقول اكتب خمسة، أربعة، اكتب ستة، تسعة، سبعة، أمليه حاجة من إيه؟ من القديم. طبعا هنا برضو هقول له اكتب الرقم التالي تمام، هكتب له 25 ونقط، يعني اكتب الرقم التالي مهمة، 25 واعمل له نقط، 37 واكتب نقط، ها 68 نقط، 53 ونقط، وهكذا اكتب الرقم التالي مراجع على اللي فات. طيب هنراجع النهاردة زي ما رجعنا في الحساب في الماث، هنراجع الايه الترتيب التصاعدي. اخدنا الحصة اللي فاتت الاحاد والعشرات ورجعنا عليها وقلنا اول رقم بنقول عليه احاد وتاني رقم بنقول عليه عشرات، والاحاد بينزل زي ما هو، وكلمة احاد وعشرات معناها قيمة مكانية، يعني مكان الرقم فين، ساكن فين، بيته فين تمام، يعني هكتب حروف هكتب احاد او عشرات، لكن القيمة المكانية انا عايز اعرف مكان القيمة العددية، قيمة العدد ايه، لما يكون في الاحاد هيكون بكام وما يكون في العشرات هيكون في كام. قلنا الاحاد بينزل زي ما هو، الواحد بواحد، الاثنين باثنين، ثلاثة بثلاثة، الاربعة باربعة، الخمسة بخمسة، الستة بستة، السبعة بسبعة، الثمانية بثمانية، التسعة بتسعة، العشرة طبعا التسعة بتسعة، عشرة لا تمام، وفي العشرات الواحد بعشرة، الاثنين بعشرين، والثلاثة بثلاثين، والاربعة باربعين، والخمسة بخمسين، والستة بستين، والسبعة بسبعين، والثمانية بثمانين، والتسعة بتسعين تمام. يبقى الاحاد بينزل زي ما هو، والعشرات بحط قدامه صفر تمام. كتبت احاد وعشرات، دي قيمة مكانية، لما اكتب الرقم سواء قدامه صفر او من غير صفر يبقى دي قيمة عددية. هياخد النهاردة ترتيب التصاعدي، ترتيب الايه التصاعدي، وترتيب التصاعدي بيقول لي هو ايه من الصغير، هنراجع عليه يعني، محدش مش هناخده، هنراجع عليه. التصاعدي من الصغير للكبير، انا بطلع السلم طبعا، هطلع الدور الاول بعدين الدور الثاني بعدين الدور الثالث بعدين الرابع، انا بطلع من الاول للثاني للثالث للرابع للخامس وهكذا، ده اسم ترتيب ايه، ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير تمام. يعني عندي مثلا خمسة وعندي سبعة، عندي واحد، عندي تسعة، عندي تمانية، عندي أربعة، بقول لي رتب الأعداد ترتيبا تصاعديا. أنا عارف تصاعد يعني بصعد السلم، يبقى هبدأ من إيه؟ من أول سلمة بعدين التانية بعدين التالتة، يبقى الصغير الأول. هبص هنا على أصغر رقم موجود عندي تمام؟ أصغر رقم مين؟ ها؟ هبدأ من يمين طبعا عشان ده حساب. خمسة ولا السبعة ولا الواحد ولا التسعة ولا التمانية ولا أربعة؟ لا طبعا الواحد هو أصغر واحد، بهعلم عليه وأنزل بيه. بعد كده خمسة ولا السبعة ولا التسعة ولا التمانية ولا أربعة؟ لا يا مستر الأربعة أصغر حاجة، يبقى هنزل بالإيه؟ بالأربعة. بعدين السبعة ولا الخمسة ولا التسعة ولا التمانية؟ لا طبعا الخمسة أصغر حاجة، هنزل بالخمسة. وبعدين بقى عندي سبعة تسعة تمانية، وأقول تاني لازم نعلم على أرقام عشان خلاص هو عينه ودماغه كلها شغالة على الثلاث أرقام الباقيين تمام؟ سبعة تمانية تسعة، من صغير السبعة وبعدين التمانية وبعدين التسعة تمام. ده ترتيب ايه؟ ترتيب تصاعدي من الصغير الكبير. تعال شوف كده، دي حاجة واحدة، دي أربع حاجات، دي خمس حاجات، دي سبع حاجات، يبقى فعلا ترتيب ايه؟ ترتيب تصاعدي من الصغير للايه؟ الكبير. مسألة كمان، 53 24 13 62 85، بيقول لي رتب الارقام دي ترتيبا تصاعديا.
تمام. ما ينفعش الطفل يقول 53 اكبر ولا 24 اكبر ولا 13 اكبر ولا 62 اكبر ولا 85 اكبر. احنا ككبار بالنسبه لنا موضوع سهل تمام. فبالتالي ما دايما بقول ما قسش ده على دماغ الطفل. الطفل مش هيستوعب ان هو الرقم ده كله على بعضه يعرف صغير صغير ولا كبير. فبعمل ايه؟ بقول له امسك قلمك دايما قارن من ناحيه الشمال. لو عندك احاد، عشرات، مئات، الوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، ملايين، عشرات الملايين، مليارات، دايما هتروح لاخر رقم عندك وتعلم عليه. هتعلم على الثمانية وتعلم على الستة. احنا هنا عندنا اقصى حاجه واكبر حاجه هنا الماكسيمم اللي عندنا هو العشرات، ما خدناش لسه المئات ولا الالوف. فبروح اعلم على مين؟ على العشرات. طيب انا دلوقتي هبدا اقارن بين مين؟ بين الثمانية ولا الستة ولا الواحد ولا الاثنين ولا الخمسة اكبر. انا حولتها من مسألة مكلكعة. حتى لو عندك ارقام كده، لو عندك 9 8 7 5 1 وبتقارنه مع 8 1 2 3 4، واحد يقول لي نهار ابيض انا هعرف ده كله ازاي؟ هقول له بص ريح دماغك، هتعد الارقام 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، طالما الارقام قد بعض هتروح لمين؟ هتروح لاخر رقم ايا كان خانته. دي كام؟ 9، ودي كام؟ 8. يبقى ده اكبر على طول وانت مغمض تمام. ما اقولش بقى 81234 اكبر ولا 98751، لا انا بروح لاخر رقم اعمل ايه؟ اقارن اخر رقمين ببعض. ده اسهل طريقه وهيمشوا بيها على طول باذن الله على طول العمر كله عشان يريحوا دماغهم. طيب هبدا الثمانية اكبر ولا الستة ولا الواحد ولا الاثنين ولا الخمسة؟ لا طبعا الواحد اصغر، يبقى اصغر واحد 13. بعدين ها 8 ولا الستة؟ الاثنين، الخمسة؟ لا طبعا ال24 هي الايه؟ الاصغر. فاضل عندي 5 6 8، يبقى الخمسة هي اللي اصغر، هنزل بال53. بعدين 6 ولا 8؟ لا الستة اصغر، 62، وفي الاخر 85 تمام. ده اسهل طريقه للتصاعدي. فاضل عندي بس نقطه واحده كمان، لو في رقمين متشابهين مع بعض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي هنا 65 و3 و70 و61 و12 تمام و7 و50 تمام. هنعلم على ايه؟ على الرقم العشرات. سهله جدا 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 تمام. هبدا اخد ايه؟ اصغر رقم ال12 هبدا بيه، سهله جدا اهو. وبعدين 5 6 7 6، لا طبعا الخمسة اصغر، يبقى 57. فاضل عندي بقى هنا مقارنه بقى، هنا عندي 65 وهنا عندي 65، باخد الرقمين عشان افهمهم للولد. 65 وعندي 61، مين الكبير في دول؟ طب هنا عندي 6 وهنا عندي 6، والمستر قال لنا روح لمين؟ روح العشرات عشان تعرف مين الاكبر. طب انا هنا العشرات مش بيبين لي مين الكبير، خلاص سيبك من العشرات واطلع على مين؟ على الاحاد، هو ده اللي هيبين لك الفرق. هنا 5 وهنا كام؟ 1، يبقى الخمسة اكبر. نفس الحكايه هنا 6 وهنا 6، انا مش عارف افرق، خلاص هتروح لمين؟ هتلجأ للرقم اللي بعده عشان تعرف مين الكبير. هنا 1 وهنا 5، يبقى الخمسة هي الاكبر، يبقى انا هاخد مين؟ هاخد ال 61 اكيد على طول دايركت، وراها مباشره ال 65 تمام، واخر حاجه مين؟ السبعه. طبعا توصلتكم الفكره انا عايز اعمل ايه تمام. دايما انا بحول مساله تمام من كبيره لصغيره، رقم رقمين 3 10، انا بقول له روح لمين؟ العشرات. قارن العشرات ببعض، اللي عشراته اكبر يبقى هو الاكبر. استخدم دي سواء في اكبر من او اصغر من، واستخدم دي كمان في التصاعدي والايه؟ والتنازلي تمام. عندك الرقمين قد بعض، انا مش عارف اكرر، الرقمين قد بعض خلاص روح للاحاد، اللي احاده اكبر يبقى هو الاكبر. لكن اول حاجه بروح لها العشرات، اللي عشراته اكبر يبقى هو الاكبر. ما نفعش يبقى اروح للاحاد، اللي احاده اكبر يبقى هو الاكبر تمام. وبعد كده لما تاخدوا مئات، لو المئات متساويه والمئات متساويه والاحاد والعشرات متساويه والعشرات متساويه، بتروح برضو للايه؟ لاحاد. تفضل ماشي لما تلاقي رقم زاد عن رقم. ده بالنسبه للايه؟ للترتيب التصاعدي. راجعنا عليه على السريع تمام، هتبدوا تمارين عليها كتير عشان ايه؟ يحلوها. طبعا اكيد فاكرين هم تمام. احنا خدنا الحصه اللي فاتت المثلث. المثلث له ثلاث اضلاع وله ثلاث رؤوس وله ثلاث زوايا تمام، وخدنا الحصه اللي فاتت تمام. النهارده هناخد شكل جديد اسمه المربع، وباين من اسمه مثلث يعني ثلاث اضلاع، ومربع يعني اربع اضلاع. ادي المربع. المربع ده باين من اسمه مربع يعني اربع اضلاع تمام. ادي واحد، ده كده اسمه ضلع. اثنين، ثلاثة، اربعة، يبقى له اربع اضلاع. وايه كمان؟ بلاش اربعة بالعربي، حساب. له اربع زوايا، واحنا عرفنا الزوايا هي التقاء الضلع
بالضلع من الداخل، دي اسمها زاوية. زي الحيطة عندك او الأوضة عندك نفس الحكاية، هتلاقي الحائط ده مقابل الحائط ده من جوه، دي اسمها ايه؟ اسمها زاوية. تمام. له اربع اضلاع، يبقى له اربع، كمان له اربع زوايا. يعني ايه زاوية؟ يعني التقاء الضلع بالضلع من جوه، تمام، مش من بره. تمام. لو عملت كمان هنا واحد يبقى دي اسمها زاوية. لو عملت من هنا كمان واحد دي اسمها زاوية. لو عملت من هنا كمان واحد دي اسمها زاوية. لو عملت من هنا واحد دي اسمها زاوية. ودايما عدد الزوايا بيساوي عدد الاضلاع. يعني شكل خماسي له خمس اضلاع وخمس زوايا. بص كده الشكل ده خماسي، ضلع 2 3 4 5، ليه كم زاويه؟ 1 2 3 4 5. ليه ست اضلاع؟ ست رؤوس، ست زوايا. خمس اضلاع، خمس زوايا. ثلاث اضلاع، ثلاث زوايا. واصغر شكل عندي هو المثلث، مفيش حاجه اسمها اقل من كده طبعا، لان لازم الشكل تمام يقال عليه مضلع امتى؟ لو اضلاعه كلها ماسكه بعض. تمام. يعني لو انا عندي شكل كده، ده مش شكل خالص، ده لازم اضلاعه كل او كده، ده مش مضلع. المضلع لازم جميع اضلاعه ايه؟ متواصله او ايه؟ متماسكه. يبقى له اربع اضلاع وله اربع ايه؟ زوايا. فاضل عندي مين؟ الرؤوس. دي اسمها الراس، التقاء الضلع بالضلع من الخارج اهو، دي اسمها راس، التقاء الضلع بالضلع من الايه؟ الخارج. تعال نعد كده، امسك قلمك، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقى له أربع رؤوس. طيب احنا قلنا له أربع ايه؟ له أربع أضلاع، له أربع أضلاع. طيب الأضلاع دي مالها؟ له أربع أضلاع، جميع أضلاعه متساوية، كل الأضلاع متساوية في الطول. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو جبت مسطرة وقست ده هتلاقيه 4 سنتي، وده هتلاقيه 4 سنتي، وده 4 سنتي، وده 4 سنتي. طيب تمام. طب لو انا قست شكل زي ده، لقيت ده 4 وده 4 وده 4 وده 3، لا يبقى ده مش مربع. المربع من خواصه او من مميزاته ان جميع الاضلاع متساويه، جميع الاضلاع متساويه. تمام. لازم كل الاضلاع قد بعض. طب لو ده كده، ده بيساوي ده وده بيساوي ده، يبقى ده مربع؟ لا ده مش مربع، ده اسمه ايه؟ ده اسمه مستطيل. ناخد الحصه الجايه ان شاء الله. المستطيل بقى كل ضلعين متقابلين متساويين فين؟ في الطول. كل ضلع بيبص للتاني قد بعض، لكن المربع لا، كل الاضلاع متساويه. لو واحد ضلع واحد لمثلا قدام شويه يقول لك اوجد مساحه المربع الذي طول ضلعه 4 سنتي. طب عشان اجيب المحيط بتاع الشكل انا لازم اكون عارف الاضلاع كلها كام، لان محيط اي شكل يساوي مجموع اطوال اضلاعه. طب انا هكون ايه؟ هكون هاخدها قبل كده ان انا عارف ان المربع كل اضلاعه متساويه، فبالتالي هجمع 4 على 4 على 4 او 3 على 3 هيديني المحيط. تمام. محيط المربع او محيط اي شكل يساوي مجموع اطوال ايه؟ اضلاعه. تمام. فالمعطيات دي بتنفعني بعد كده فيما بعد في الحل. يبقى المربع له اربع اضلاع وله اربع زوايا وله اربع رؤوس، جميع اضلاعه متساويه في الطول. جميع، ودي اهم ميزه عنده، جميع اضلاعه متساويه في الطول. مش عايز ازود عليك واقول لك جميع زواياه متساويه في الطول في القياس، وجميع زواياه 90 درجه. طبعا ده مش عليك دلوقتي خالص. تمام. انا عرفتك بس يعني ايه زاويه، عشان لما اقول لك كل زواياه 90 درجه زاويه قائمه تبقى عارفها بعد كده، لكن مش عليك دلوقتي خالص. يعني محدش يزود عليه، يعني من خواص المربع كمان كل اضلاعه 90 درجه، كل زواياه قائمه. يعني الزاويه 90 درجه، دي 90 دي 90 دي 90. تمام. وكل زوايا قائمه، لكن مش عليهم الكلام ده. انا عايز بس يعرف ان ليه اربع اضلاع وله اربع رؤوس وله اربع زوايا. تاني، اربع اضلاع، اربع اضلاع، اربع رؤوس واربع زوايا، كل اضلاعه متساويه في الطول، وكمان كل زوايا متساويه فين؟ في القياس. ده مين؟ ده المربع. خلاص. طيب يعني ايه حرف او يعني ايه ضلع؟ ده الضلع اهوت، قلنا اهو ده كده ضلع، ده كده ضلع 3 4. تمام. ده اسمه ايه؟ ضلع. ده اسمه ضلع. طيب تعالى ناخد شويه تمارين زي ما احنا خدنا في تاني. هقول تاني، اربع اضلاع، اربع رؤوس، واربع زوايا. وقلنا الزاويه هي التقاء الضلع بالضلع. متى تحدث الزاويه؟ متى تحدث الزاويه؟ عند التقاء ضلع بايه؟ عند التقاء ضلع بالضلع من الايه؟ من الداخل. هنا بيقول لي اكمل، وجايب لي هنا الايه؟ مربع، وجايب لي هنا مثلث، وجايب لي هنا دائره.
هنا نقط أضلاع، نقط زوايا، نقط رؤوس. هنا نقط أضلاع، نقط رؤوس، ونقط زوايا. هنا نقط أضلاع، نقط رؤوس، نقط زوايا. ها هنا هنعمل ايه؟ ليه كام ضلع؟ انت شايف اضلاع هنا؟ لا انت عارف الاضلاع بقى خط مستقيم، الضلع لازم يبقى خط مستقيم. انت شايف خط مستقيم هنا؟ لا يبقى صفر. انت شايف هنا في ضلع مقابل ضلع؟ لا يبقى صفر. شايف هنا في رؤوس؟ لا صفر. تمام تمام. بعد كده هقول له اكتب عدد الاضلاع. تمام، الشكل الاول مثلث، الشكل الثاني دائره، نقط اضلاع، نقط اضلاع. الشكل بعد كده 1 2 3 4، ده متوازي مسطرات، نقط اضلاع. بعد كده الشكل الخماسي، تمام، برضو يمسك قلمه، يمسك قلمه ويعلم عشان يعرف يعني ايه ضلع. 1 2 3، ها في شايف اضلاع هنا؟ شايف حاجه مستقيمه هنا؟ لا صفر. ها 1 2 3 4، هنا 1 2 3 4 5. تمام، واللي يعرف يعمل شكل سداسي يعمله. يعني انا مثلا هعمل كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. تمام، وأعمله هنا نقط أضلاع ونقط أضلاع. عايز تزود تقول نقط زوايا ويعد، نقط زوايا، نقط زوايا، برضو يعد من جوه عشان يبقى عارف الزاوية. بس أهم حاجة عندي هو المطلوب منه الضلع أكتر من الزاوية دلوقتي، الزاوية مش مطلوب منه دلوقتي. تمام، وبرضو رؤوس، وعايز تزود هنا أضلاع رؤوس زوايا، برضو يمسك قلمه ويعلم على إيه؟ على الرؤوس. ده مهم جدا جدا جدا. تمام، اهتم بده الاول، لو لقيت وقت ابدا اديله الدرس ده انجليش يعرفهم، عشان قلنا موجود عنده في منهج كونكت في المنهج بعد كده باذن الله. حد عنده اي سؤال؟ ومعذره لو في تقصير، انا والله يعني على قد ما قدرت. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ تمام، الحصة الجاية ان شاء الله هناخد التنوين بالكسر وهناخد الباقي اللونج اي. بس اللي عنده مشاكل في التنوين بالفتح يراجعوا، يجيب التنوين بالفتح من اول القطع والحاجات ويقراها في اليوم الجاي ده. تمام، عشان يدخل على التنوين بالكسر مرتاح باذن الله. اشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله على خير باذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.